بالنسبة لخطاب اليوم فهو كان خطابا موجها بصورة أساسية، خاصة الجزء الأخير منه، إلى الصين وروسيا وكذلك أوروبا، لما تحمله المرحلة الرابعة من خطورة بالغة جدا. يعني لأن السيد في خطابه أو في بداية خطابه عن هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، ذكر أنها مرحلة مهمة جدا، وبالتالي تحت مرحلة مهمة يضع هناك ألف خط، بمعنى أن عندما يتم السماح، او عندما تفهم الصين وتفهمت روسيا ايضا قرار المنع بوصول اي سفن عبر البحر الاحمر او خليج عدن او باب المندب الى موانئ فلسطين المحتله، وتم التفهم، توصل الجميع الى صيغه سليمه، واليوم السفن الصينيه والروسيه تعبر من البحر الاحمر دون اي اعتراض، خاصه التي لا تتجه الى موانئ فلسطين المحتله. وبالمثل في البحر المتوسط، من المؤكد ان صنعاء قد ارسلت لروسيا والصين الكثير من الرسائل، حتى تركيا الكثير من الرسائل، بأن المرحلة الرابعة ستكون تصعيدية، وأن هذه المرحلة منطلقة من الجانب الإنساني والأخلاقي، لأنها واسعة وشاملة وقوية جدا. ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك بيانات للجيش اليمني خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لتفصل النقاط التي تحدث حولها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه اليوم. وبالتالي كان يجب أن يكون أو أن يرسل الرسائل شخص السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفسه، لأنها مرحلة خطيرة جدا سيقدم عليها اليمن، بالمقابل التصعيد الذي تشهده غزة وكذلك تشهده رفح، وكذلك أن السيد كشف اليوم أيضا أن من يخطط لاقتحام رفح هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا أفق لكبح جماح إسرائيل إلا بالتصعيد، وعلى كل الشركات أن تتفهم هذه المرحلة يعني لأنها عبد مرحلة الله، هل نفهم من هذا الكلام في هنالك خطوات تنسيقية حتى قبيل كلام السيد عبد الملك الحوثي لهذه الدول، لهذه الأقطاب تحديدا، بتسمية الصينيين والروس؟ وهذا أيضا يأخذنا بطبيعة العلاقات التي تربط اليمن مع الدول التي نوعا ما نأت بنفسها عن هذا العدوان، وكانت بتموضع مختلف عن الولايات المتحدة الشريكة بهذه الحرب. من المؤكد أن هناك رسائل وجهت لهذه الدول، حتى لغة الخطاب اليوم للسيد عبد الملك مع هذه الدول تختلف عن لغة الخطاب صحيح مع أمريكا أو لغة الخطاب مع أوروبا، وهي الرجاء كان بأن يتفهموا هذه المرحلة وهذه الخطوة، لأن اليمن قادم، يعني قادم في مرحلته، لا يمكن أن يوقفه أحد، لا أصدقاء ولا أعداء، وبالتالي على الجميع أن يتفهم هذه المرحلة. ودعاهم لماذا؟ لأن أمريكا فشلت في جر الصين وروسيا إلى تحالف ما يسمى بالازدهار الذي ولد ميتا في البحر الأحمر، وبالتالي ربما يحاولون الالتفاف على هذا الفشل، فيتعاقدون مع شركات صينية أو روسية لإنقاذ الكيان من المرحلة الرابعة. وبالتالي اليمن يدرك جيدا كل هذه المخططات، وربما يدرك جيدا كل هذه المؤامرات والمخططات الإسرائيلية والأمريكية، ولكن الرسائل اليوم مباشرة للصين وروسيا يجب أن، لماذا؟ لأن السيد هو من حملها، وهم يدركون جيدا ماذا يعني أن يرسل السيد عبد نعم الملك مثل هذه الرسائل، يجب أن تدرس جيدا وأن يتقبلوها أيضا جيدا، لأن اليمن سيقدم، بل صرح السيد أنه يستعد لما بعد المرحلة الرابعة. لماذا؟ لأن هناك تصعيد كبير جدا لا يمكن أن يسكت عنه اليمن، ودعا العراقيين إلى الاشتراك في مثل هذه المراحل والخطوات.